مزيدي من التفاصيل حول الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة البصرة ينضم إلينا من هناك الزميل علي عدنان. بداية مرحبا بك. يعني علي، ما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا، سواء كان على صعيد الإجراءات الطبية أو حتى فيما يتعلق بمنع دخول الوافدين؟ تفضل. أهلا حسن. إجراءات اليوم يعني في مطار البصرة الدولي من قبل الكوادر الصحية والطبية متواجدين هنا يعني فحص كل الوافدين من الرحلات القادمة من بعض الدول، وخصوصا الدول التي يعني ربما سجلت بها حالات بإصابة مرض كورونا. واليوم هناك الكثير من الفرق الطبية هم متواجدين، وإجراءات مشددة من قبل شخصيا مدير المطار والكوادر المتواجدة هنا، كل هذا من أجل حماية المواطن في محافظة البصرة والحد من ظاهرة ربما إذا كان هناك إصابات بعد ما سجلت النجف وبقية الدول المجاورة بحالات الإصابة بكورونا. وحول هذا الموضوع ينضم معي مدير المطار أستاذ سمير، راح نتحدث أكثر عن أهلا بك أستاذ، نرحب بك بنشرة الرشيد، وراح نتحدث أكثر عن اليوم ما هي إجراءاتكم كمطار البصرة الدولي بالإضافة للفرق الطبية المتواجدة، وهل هناك سجلت حالات لمرض كورونا من قبل فحص الوافدين؟ شكرا أستاذ علي، وشكرا لقناة الرشيد الفضائية التواجدة في مطار البصرة لتوضيح الآلية اللي موجودة والوقاية اللي اتخذتها مطار البصرة بالتعاون مع المركز الصحي وصحة البصرة لمتابعة وضع كورونا فيروس المنتشر عالميا. طبعا أول بداية الانتشار اللي كان في الصين، صدرت أوامر من وزارة الصحة ووزارة الداخلية حول منع الوافدين الصينيين بالذات من أي دولة من العالم وبالذات من الصين حصرا. صدرت هذه الأوامر من الوزارة وتم تبليغ من قبل الطيران المدني العراقي إلى شركات الطيران العاملة بعدم حجز أي تذكرة لأي مسافر جوازه يحتوي على الختم بأنه داخل الصين أو عبور إلى الصين، وتمت إجراءات للحفاظ على دخول أي حالة معينة في بداية هذا الكلام في تقريبا في الأسبوع الثالث من شهر الواحد 2020. من نفس الوقت هذا عملنا قبل لا تصدر هذه الأوامر، عملنا عملية خلية أزمة داخل المطار بالمركز الصحي في المطار وصحة البصرة وأيضا جوازات المطار والشركات الناقلة، وبالذات الشركات الناقلة للكوادر الصينية وبالذات من مطار الحلفاية في محافظة ميسان. طبعا لله الحمد كانت إجراءات جدا رائعة وجدا ممتازة، ويمكن استخدمناها بصورة جدا رائعة، وكان تعاون مستمر، وأيضا بأنه كان تعفير المنطقة بالكامل، يعني رش كامل للمنطقة بالنسبة للقدوم، أيضا توزيع الكمامات، توزيع المواد، مسح كل المنطقة الجوازات اللي موجودة، يعني إجراءات وقائية جدا ممتازة كانت من قبل المركز الصحي في المطار. أود أن أسألك عن يعني مكتب حقوق الإنسان في البصرة أصدر بيان بغلق يعني كل المنافذ بالإضافة للمنافذ البرية، ويعني التي تأتي منها يعني بعض الأمراض، هل هناك سجلت في مطار البصرة الدولي حالة من الإصابة بمرض كورونا؟ سأل علي حضرتك، تعرف أنه إحنا الأوامر تجينا من رئاسة الوزراء وليس من أي جهة، مع احترام شديد لكل جهة عاملة أو كوي وزارة موجودة في العراق. اثنين، أنه لحد هذه الساعة ما سجلت أي حالة مرضية في مطار البصرة الدولي لحد هذا اليوم، أكثر من حدود شهر، أكثر 40 يوم أو 45 يوم، وقبل نص ساعة كانت رحلة أيضا، وأيضا بعد خلال نص ساعة إن شاء الله رحلتين، ثلاث رحلات أيضا اللي هو فلاي دبي والقطرية وكثير من الرحلات اللي موجودة، الحمد لله رب العالمين، الإجراء جدا ممتاز ورائع. بالنسبة للفحوص، الإجراءات الثانية اللي تمت أنه منع المسافرين، منع المسافر ابن البلد اللي هو فقط اللي مثل الصين أو مثل ما صارت قبل فترة بإيران، لكن كالمواطن العراقي بأي دولة يدخل عادي يعني يخضع للإجراءات الفحص اللي موجودة مع تسجيل مقر إقامته، وأيضا يكون المراقبة في منطقة السكنة من قبل دائرة صحة البصرة، وأيضا أي إجراء يحس به هو المسافر أو القادم إلى أهله في أي إجراء يمكن يراجع أي مركز صحي موجود في المحافظة. أكيد حسن، اليوم راح نتعرف على الكوادر الطبية المتواجدة هنا في مطار البصرة الدولي، ما هي إجراءاتكم ككوادر طبية عاملة، وما إجراءات الفحص، وكيف يتم فحص الوافدين من خلال يعني أكيد يعني الآتين من بعض الدول اليوم؟ نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الإجراءات اللي نتخذها هي فحص جميع المسافرين اللي يدخلون سواء من أي دول كانت. أكو بعض الدول مثل الصين ما يجون، طبعا منع دخول أي وافد صيني سواء جاي من الصين أو يعني سواء أي مسافر داخل عن طريق الصين، يعني مو إلا صيني. شيء ثاني، المسافرين البقيين من غير دول يخضعون جميعا للفحص. عندنا هنا الكاميرا الحرارية تخضع لكل مسافر يعبر، تسجل درجة الحرارة مالته. فعندنا احنا محار حراري يدوي بالإضافة إلى الكاميرا الحرارية، فإذا كاميرا ما سجلت الحرارة يعني أو صار بها فد يعني إرار، احنا نسجلها بالمحرار اليدوي. خلي وضح لنا أكيد يعني اليوم شلون تشوف موضوعات اليوم الحماية من هذا المرض، خصوصا أنتم ككوادر طبية، شنو اللي اليوم لازم تكون الوقاية من الأجهزة اللي استخدمتوها، حتى اليوم الكمامات اللي تستخدمونها لازم تكون دقيقة، تعقيم، كل هذه الأشياء هي من خلال حماية اليوم الوافدين وحماية أنفسكم. أي بالضبط، وأول شيء الكمام والملابس هذه تشوفه، والكفوف الطبية والنظارات الواقية والجهاز الحراري. وضح لنا هذا آلية الجهاز شلون؟ هذا الجهاز حراري. نعم. طريق المسافة. نعم. يتم الفحص درجة الحرارة، إذا تعدت 38 هذا نحيله للفحص. سجلتوا حالات اليوم دخول وافدين بإصابة هذا المرض؟ لا اليوم ماكو. نعم. فحصنا كل الوافدين؟ لا ماكو. نعم. لأن إحنا هسه جينا. يعني الطيارة قبل نص ساعة آتية من دولة الإمارات، فحصت كل الوافدين، ماكو تسجيل أي حالة. تسجيل أي حالة. نعم. اليوم حياك الله يا مرحبا. إذن حسن، اليوم الكوادر الطبية العاملة في مطار البصرة الدولي، بالإضافة لتأكيدات مدير مطار البصرة الأستاذ سمير على الفحص الدقيق، واليوم يعني العمل على آلية حماية المواطن البصري من كل الحالات التي تأتي ربما من دول مجاورة، بالإضافة لهناك تعقيم لكل صالات المطار من قبل. نعم زميلي علي، كنت تسمعني، يعني هل هذه الإجراءات المتخذة فقط في المطارات أم أن هناك مثلا إجراءات متخذة في المنافذ الحدودية أيضا؟ نعم، منفذ الشلامشة الحدودي بالإضافة لمنفذ صفوان الذي يربط الجار الكويت، هناك أيضا إجراءات تبعتها دائرة صحة البصرة بالإضافة للكوادر العاملة من أجل يعني التفتيش والفحص لكل الوافدين، خصوصا منفذ الشلامشة بعد ما سجلت هناك إصابات ب يعني دولة أو الجارة إيران. هناك فحص دقيق والعمل على فحص كل اللي الوافدين من هذه المنافذ من أجل الحفاظ على حماية المواطنين في محافظة البصرة والحد من هذه الكارثة التي تعتبر هي اليوم أصابت بعض الدول وخصوصا يعني في مقدمتها الصين. نعم الزميل علي عدنان من البصرة كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.